سلام البنات، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد، فيديو جديد، حاجه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد التبحيره. الصراحه مشينا للبحر، دوزنا واحد الوقيت زوين، وحاولت انني نصور شويه، ناخذ بعض المقتطفات، يعني كتبقى ذكرى الصراحه. وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم، كنتمنى انها تروق لكم وتشوفوا شنو دينا معانا وكيفاش دوزنا نهارنا. متابعه طيبه ان شاء الله، وكنتمنى ان الفيديو ينال. وبالنسبة للأكل البنات، ديت معايا سندويتشات، ديت البرجر، صايبت هنا السمك درتو فقط مع سلطة، يعني درتو في الفرن وزدت عليه واحد سلطة غير بالبصلة والخس والطماطم، يعني سلطة خفيفة، وزدت سلطة ديال الرز كيف ما كيبان ليكم. يعني حاولت ما ناخدش بزاف، يعني ما نتقلش بزاف، اي غير الحويجات اللي كي يكونوا مناسبين خفاف.
ودابا البنات من بعد نهار طويل في البحر الصراحة، لأن البحر كيدوز فيه النهار مجبد، والوليدات ما شاء الله عزيز عليهم البحر وما كيبغيوش يخرجوا من الماء. المهم صافي جلسنا دوزنا نهارنا، دابا راه تقريبا راه جاية 7 العشية، غير يعني باقي المغرب، ولكن حنا كنسكنو شوية شوية بعاد، ماشي بزاف يعني، على الأقل واحد ساعة الا ربع حتى ساعة ديال الطريق على حساب. هذاك الشيء علاش قررنا اننا نرجعوا للدار شويه بكري، باش يلاه بنياتي يتسرحوا يدوشوا، راكو عارفين مع النهار كله هما كيلعبوا وكيجريو في البحر، يعني كيوصلوا مسخسخين. صافي نضنا دزنا الصراحه. واحد الحاجه اللي عجبتني بزاف في هاد النهار، اننا دخلنا، ماشي دخلنا ولكن دزنا في ليفورنو، وليفورنو هو الميناء ديال ليفورنو هو اللي كنمشيو منه للمغرب كيف ما كتشوفوا. الصراحه شفنا الباطويات، ما نقولش لكم انا بعدا تاثرت بزاف بزاف بزاف، وبالاخص الباخره اللي كنمشيو فيها للمغرب تاثرت، حتى بناتي يعني حسيت بهم كيقول يا ماما وقتاش غنمشيو للمغرب، لان سبحان الله طريق المغرب كتفكرك في المغرب، وبالاخص انه الصيف وكان خاصنا نمشيو، وكنا ناويين ان شاء الله اننا نمشيو، ولكن ما كتبش مع هذا الوباء الله يرفعه علينا عام اخر ان شاء الله. اهم حاجه الصحه والسلامه، واللي دارها الله هي اللي كاينه، الانسان يامن بالقضاء والقدر، واللي دارها الله هي اللي كاينه، والمكتبه اكيد 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 غادي توصلنا. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم، كيف ما كنقول لكم دائما ما تنساونيش من لي لايك، تعليق سلبيه ولا ايجابيه دائما مرحبا مرحبا مرحبا، مرحبا بالاوفياء ديال القناه، ومرحبا بالناس الجداد كذلك اللي كيزوروا قناتي واللي كيخليو لي تعاليق صراحه مفرحه. شكرا بزاف بزاف، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله يا ربي.